نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إيجاد مستلزمات الحيوانات الأليفة. على تطبيقكم شيئين، قوموا بالتخطون على تطبيق شيئين، من ثم سوف نقوم بالتخطون على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالتخطون على مستلزمات الحيوانات الأليفة، وهنا سوف تجد جميع المستلزمات الحيوانات الأليفة على تطبيقكم شيئين. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.